الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رئيس جمعية أرقم للتنمية والتضامن الاجتماعي والتكافل إلى كافة ساكنة مدينة زين المستشارين في الحملة الطبية المقررة إجراؤها في المركز الصحي بزيو بتاريخ 16 فبراير 2020، إعلان سلام تام بوجود مولانا إمام النصوح الله. يشرف مكتب جمعية الأرقم المذكورة أعلاه وينهي رئيسها إلى كافة سكنة مدينة زيو ونواحيها بأن الحملة الطبية التي كانت مقررة إجراؤها في مركز الصحي بزيو قد تم تأجيلها بسبب خطأ ارتكبه مكتب الجمعية المتمثل في طلب مساهمة من المستفيدين من الحملة الطبية بقيمة 30 درهم للفرد الواحد المستفيد، وكان هذا مسموحا به قبل دستور 2011، وقد سبق وأن قد قمنا بطلب مساهمات لكن لم يتم منعنا من أي جهة، واحتراما لمقتضيات الدستور والقوانين الذي هو فوق الجميع فإننا سنقوم بإرجاع ما تم أخذه من المساهمات إلى أصحابها، ونقدم اعتذارنا للسلطات المحلية والإقليمية على هذا الخطأ الغير متعمد. وهذه المساهمات تم فرضها لأجل مصاريف تنظيم وتجهيز الحملة الطبية من كلا خيمتين مجهزتين ووجبة فطور وغذاء الأطباء ومساعديهم، حيث سيشارك في الحملة 20 دكتور وأكثر من 25 مساعد، وهناك 3 مختبرات طبية لتحليل مساهمة أفرادها سيكون أكثر من 20 تقني وممرض، وكذلك مصاريف التنقل. وبما أن الجمعية لم تتلقي أي دعم من أي جهة ولها مشروع بناء دار العجزة والمسنين في العالم القروي ومسجد ومدرسة محمد السادس للقرآن الكريم على بعد 4 كيلومتر من مدينة زيو، لله رحمة الشيخ، على جانب الطريق الرئيسية التي تربط مدينة زيو بالنظور، وهذه الأرض تم التبرع بها من طرف القائد المقاوم محمد بن قدور بن البوري البزيري والذي هو جد رئيس هذه الجمعية مصطفى الطاهري، كما تم التبرع بهكتار مخصص لبناء مقبرات وكل ما تم إنجازه حاليا اقتصر على مواد بناء فقط والتزام بعض المحسنين بأداء أجرة العمال. وأخيرا نكرر إعلاننا ونطلب من كل من ساهم بمبلغ 30 درهم أن يلتحق بالمركز الصحي بزيو لإرجاع ما تم دفعه، وكل هذه الأسباب المذكورة تم القيام بها بتأجيل هذه الحملة ليوم الأحد 23 فبراير 2020، يوم الأحد المقبل. كما نكرر اعتذارنا لكل مواطني مدينة زيو ولكل السلطات المحلية الإقليمية، والسلام، وتقبلوا فائق عبارة التقدير والاحترام وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا درنا واحد باش تكون هذا النهار حملة طبية، ولكن أجلناها لحد المقبل بسبب خطأ ارتكبته الجمعية، حيث فرضت مساهمة 30 درهم لكل مستفيد. ومن بعد من ناحية القانون جاو علمونا السلطات قالوا لنا تكون الحملة مجانية بدون مقابل، ومن بعد حنا قررنا باش نرجعوا، قال لك ترجعوا الفلوس ماليهم والحملة تكون مجانية، وتم تأجيلها إلى يوم الأحد المقبل 23 يوم الأحد المقبل. وبهذا سيتم إرجاع المبالغ إلى أموال أصحابها، مبلغ 30 درهم لي وشكرا.